اهلا بكم متابعين فلسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد. اطار الدعم النفسي الاجتماعي، هذه المهنه هي مهنه حديثه الولاده، وباش نسلطوا على هذا الضوء اليوم كاين معنا حميد نصيف بصفته اطار الدعم النفسي الاجتماعي المؤسسه التعليميه فاطمه الفهريه، وفي نفس الوقت هو اخصائي نفسي اكلينيكي. اهلا بك سي نصيف. شكرا استاذه شيماء على الاستضافه. سي نصيف، اولا بغيناك تقربنا اكثر من هذه المهنه هذه. اولا بالنسبه لمهنه اطار الدعم النفسي الاجتماعي، هي مهنه حديثه في التعليم، تم انشاء هذه المهنه بناء على قرار وزاري مع السي امزازي الوزير السابق. هذا القرار رقم ديالو 714/20. هذا القرار جاء باش يحدث هذه المهنه نظرا للحاجه الماسه لهذه المهنه في التعليم، وكما هو الحال في باقي الدول، في باقي دول العالم كاين كيكونوا اخصائيين نفسانيين ولا اخصائيين اجتماعيين. في المغرب تم البدء بهذه المهنه مؤقتا ريثما يتم تعيين اخصائيين نفسانيين او اخصائيين اجتماعيين في التعليم لمزاوله مجموعه من المهام التي تهم القضايا التي تهم المدرسه العموميه. وبالنسبه لهذه المهنه هذه، فكن شنو هما المهام اللي كيتولاهم يعني الاطار الدعم الاجتماعي؟ قبل ما نتكلموا على المهام لابد من نقدموا واحد التعريف على شكون هو اطار الدعم النفسي الاجتماعي. بالنسبه لاطار الدعم النفسي الاجتماعي، هو طالب حاصل على الاجازه سواء في علم النفس او علم الاجتماع او علم او علوم التربيه او فلسفه، هذو هما التخصصات التي تم الانتقاء منها اطار الدعم النفسي الاجتماعي. هذا تكوين اكاديمي، عن طريق التكوين الاكاديمي كيأهلوا باش يتقدم المباراة اللي كتقوم بها الوزاره كل سنه تقريبا. هذه المباراة اثناء النجاح في هذه المباراة يتم كيخضع لواحد السنه تكوينيه في المركز الجهوي للتربيه والتكوين، وانطلاقا من هذا التكوين يعين في مؤسسة سواء كانت إعدادية أو ثانوية أو ابتدائية لمزاولة مجموعة من المهام. وهذا هو الطريق كيفاش يقدر يولج الواحد لهذه المهنة هذه؟ تماما، أولا الإجازة في علم النفس أو علم الاجتماع أو فلسفة أو علوم التربية، ثم المباراة التي تنشئ وزارة التربية الوطنية. وي، ولكن قبل ما نوصلوا يعني يولي طالب كيكون تلميذ فقط في السنة الأولى من البكالوريا او السنه الثانيه، فحنايا بغينا نسلطوا الضوء على شنو هما المسلك الاول اللي ممكن انه هو يسلكه باش الى بغى من بعد انه يولي اطار دعم اجتماعي. دعم نفسي اجتماعي. بالنسبه للتلاميذ، تكلم عن التلاميذ مثلا في الثانوي، دونك بالنسبه للتلاميذ في الثانوي، اي تلميذ كان يفكر ان يصبح مثلا اطار دعم نفسي اجتماعي او اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي، لابد له من ان يسلك مسلك العلوم الانسانيه. حتى وان لم يسلك مسلك العلوم الانسانيه، حتى ان كان في شعبه علميه، يمكن له بعد الحصول على البكالوريا ان يلج الى هذه التخصصات، ولكن من الافضل ان يكون التلميذ موجها توجيها نحو العلوم الانسانيه، وله مؤهلات وله قدرات وكفايات التي تسمح له بان يلجا الى هذه المهنه. وبالنسبه للمهام؟ بالنسبه للمهام، اطار الدعم النفسي الاجتماعي يقوم بمجموعه من المهام داخل المدرسه العموميه، اهمها هو الاستماع والدعم النفسي والاجتماعي والصحي للتلاميذ. هذه اهم المهام التي يقوم بها اطار الدعم النفسي الاجتماعي. ثم يقوم بمهمة كذلك اللي هي الوساطة، الوساطة التربوية والوساطة الأسرية، نظرا لأن المؤسسة تعيش نوع من المشاكل سواء ما بين المراهقين والأساتذة، تلاميذ المراهقين والأساتذة، أو ما بين التلاميذ أنفسهم والأسر ديالهم. وهنا إطار الدعم الاجتماعي يقوم بدور الوساطة، هذه الوساطة التي تكون تربوية داخل المؤسسة وأسرية مع الأسرة. وهناك العديد من المهام، مثلا كيقوم اطار الدعم الاجتماعي بمساعده التلاميذ على الاندماج داخل المدرسه او داخل الفصل الدراسي، ويتم كذلك الاهتمام بالاشخاص في وضعيات اعاقه ومساعدتهم على الاندماج بالوسط المدرسي، ومحاوله تجنيبهم الوصم
الوسم وعنف التمثلات اللي كاينه في زعما في الوسط المدرسي من طرف زملائهم او من طرف الاطر. يعني هاد الاطر ديال الدعم الاجتماعي ممكن انها تساهم في الحد من هذوك يعني النزاعات اللي وقعوا من وسط التعليمي او لا وسط المدارس، سواء لا ما بين التلاميذ بيناتهم او لا ما بين التلاميذ والاساتذه. يعني هي ممكن انها تجنبنا مجموعه من المشاكل اللي احنا فينا عنها. تماما. يعني هنا فين كتمثل الاهميه ديال اطار الدعم الاجتماعي. دونك ينبغي اولا ان نشير الى ان التلاميذ داخل المؤسسه، وباعتبار المؤسسه التعليميه هي اولا مؤسسه التنشئه الاجتماعيه، وهاد التلاميذ كيوفدوا من مناطق مختلفه ومن اسر مختلفه وبيئات مختلفه. هذا التنوع ديال التلاميذ اللي ملي كيجي للمؤسسه يكون محملا بمجموعه من المشاكل اللي كاينه في البيئه، كاينه في الاسر. هذه المشاكل تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي، على المردوديه، تؤثر على علاقتهم فيما بينهم، على علاقتهم مع الاساتذه، على علاقتهم مع الاطر الاداريه. دونك من هنا جاء دور إطار الدعم الاجتماعي، لأنه هو الوحيد، إطار الدعم النفسي الاجتماعي هو الوحيد الذي قادر على استيعاب هذه المشاكل وفهمها وتفسيرها وتحليلها وإعطائها دلالة داخل الوسط المدرسي، دلالة علمية بطبيعة الحال، ومن ثم التدخل فيها وضبطها والتحكم فيها وتعديلها حتى يستطيع التلميذ أن يندمج في المؤسسة ويحصل على مردودية دراسية التي تؤهله للنجاح. انطلاقا من هذا النقاش اللي ناقشناه، كيبان ان هاد المهنه هذه عندها واحد الدور مهم. تمام. فالسؤال هو ان واش هاد المهنه تعمات على جميع المؤسسات التعليميه في المغرب؟ مع الاسف هو ان الاطر المعينه حاليا داخل المؤسسات التعليميه قليله وقليله جدا، لدرجة أن في كل مديرية من مديريات التعليم لا نجد إطار دعم اجتماعي واحد في المؤسسة. هناك خصائص، هذه الخصائص أعتقد أن الوزارة زعما واعية بهذه الخصائص، ومع الزمن سيتم تعيين أطر دعم نفسي اجتماعي. كل سنة غتكون واحد الدفعة اللي من خلال هذه الدفعات يتم سد هذه الخصائص، لأن كاين واحد الحاجة ماسة لهذا الإطار داخل المؤسسة التعليمية، بالأخص أنك يحل واحد مجموعة ديال المشاكل مثل العنف، مثل التنمر، مثل المشاكل المرتبطة بالإدمان، مشاكل المرتبطة بالغش، وعدة مشاكل أخرى. يعني مادام باقي ما تعملش إطار الدعم الاجتماعي لجميع المؤسسات، هذا كيخلينا يثير واحد السؤال، هو ان شنو السبب اللي كيخلي هاد الاطار الدعم الاجتماعي ما كيتعممش على جميع المؤسسات؟ يعني شنو اللي كيعيق التعميم ديال هاد المهنات؟ اعتقد ان الوزاره يعني عندها استراتيجيه في التوظيف، يعني ما يمكنش توظف واحد العدد كبير دفعه واحده. لماذا؟ لان اول مراكز التكوين خاص اللي غيكونهم في مراكز التكوين عندها قدره استيعابيه محدوده، وبالتالي كل يتم توظيف أطر الدعم النفسي الاجتماعي عبر دفعات. كل سنة كيدخلوا مثلا 1000 ولا 1500 ولا 800. علاش؟ على حساب التكوين، لأن خاصنا ندخلوا واحد العدد اللي يكون قادر يتكون في مراكز، وتكون عنده مراكز فين غيتكون باش من بعد يتعين. دونك أعتقد هذا هو السبب اللي كيبان لي أنا شخصيا هو اللي خلى كاين تأخر في تعيين هذه الأطر. وانطلاقا من التجربة ديالك، يعني شنو لمستي مع الطلبة أو مع المؤسسة؟ شنو القيمة المضافة اللي تضاف؟ صراحة انطلاقا من تجربتي الشخصية كيبان لي بأن أطر الدعم النفسي الاجتماعي يعني كيقوموا بواحد الدور مهم داخل المؤسسة التعليمية، والمؤسسة التعليمية هي في حاجة ماسة إلى هذا الدور، لأن هناك مشاكل حقيقية تعيشها المؤسسة التعليمية، و يعني بصراحه كتخلق واحد الازمه. وهاد الاهميه لمستوها في مؤسسه فاطمه الفهريه. تماما. هاد المشاكل التي تعيشها المؤسسه يعني مرتبطه بالتلميذ، وكتخلق واحد الازمه، ويتم تدبير هذه الازمه بطرق تربويه تقليديه، يعني غادي نقولوا غير علميه. يعني إطار الدعم النفسي الاجتماعي انطلاقا من التخصص ديالو اللي هو علم النفس وعلم الاجتماع، انطلاقا من النظريات اللي تكون فيها،
هو الوحيد اللي كيقدر يفهم هاد المشاكل ديال التلامذ ويتصنت لهم ويحاول يربط معاهم واحد العلاقه حنا كنسميوه بلو ترانسفير، يعني ترانسفير بوزيتيف، باش هاد التلامذ يحاولوا ما امكن انهم يستوعبوا يعني المشاكل ديالهم ويندمجوا معها، وبالتالي هذا الشيء كينعكس تلقائيا على التحصيل الدراسي ديالهم. وهكا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.